أيها الإخوة الكرام، أشكر لكم جميعا أيضا باسم السيد النائب مصطفى بيك لطفي عبد الله. أيها السادة، شكرنا أيضا لأخينا الأستاذ أسامة عبد العزيز مبارك أستاذ أحمد حجاج. ولنعود إلى مسك الختام من سيد الكلام، من ذكر المولى العليم العلام، من منذر أم القرى ومن حولها، ومنذر يوم الجمع لا ريب فيه. القرآن الكريم لكل شيء أجمل المبتدأ وأحسن الختام، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، الصوت الكروان والدقة والإتقان، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذلكم خير.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإن فينبئكم بما كنتم تعملون فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير فاسعوا إلى ذكر الله
فاسعوا إلى ذكر الله love.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق الله
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم الفاتحة. إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح الحاج علي في مثواه وإلى روح جميع موتى المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا إخوة الإيمان ختمت ليلتنا بتلاوة العلم الإذاعي فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد. شكرنا أيضا لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة. شكرنا لحضراتكم جميعا باسم العمدة الوالد الكريم الحاج عبد الفتاح عزب عبد الله، وباسم نجلي الحاج عبد العزيز، وباسم الحاج حافظ عزب عبد الله، والاستاذ وليد علي عزب عبد الله نجلي الراحل الكريم بارك الله لنا فيه، وباسم الاستاذ محمد مصطفى لطفي عبد الله، وباسم السيد النائب علي بيك لطفي، كما اشكر ايضا باسم الاستاذ احمد حافظ عبد الله، وايضا باسم علي بيك ماهر واخوته لواء علاء والكابتن عمرو والكابتن شاكر ومحمد بيك سليمان. الشكر ايضا ايها السادة لصاحب الفراشة والانارة حد احمد ابو غنيمة، الهندسة الاذاعية الحاج محمد الخولي، مقدم الضيافة وملوك البوفيهات محمد ابو المجد والسيد وجيه. الشكر ايضا لمصورنا عمدة مصوري الحفلات ناصر صلاح، السيد النائب احمد البنا، السيد النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع، السادة العمر وعمدة يفخر الجميع بقدومه، حضر العزاء من الابتداء الى الانتهاء فشرف الجميع بها عمدة العمر الحاج احمد السيسي شاكرين لسيادته، العمدة الكريم الحاج فكر الطوخي، والعمدة الكريم الحاج مسعد صبيح، كذلك العمدة الكريم الحاج فيصل الغتوري، حاج احمد درويش، مستشار اسامة مبارك، مهندس سامي اسعد، استاذ احمد الوان، مستشار احمد هاشم حداد. كذلك اشكر لاخي الكريم حاج سعيد ابن قرية البلد وكل من شرف العزاء. شكر الله لكم جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والشكر للرجال الواجب الذين وقفوا الليلة، حد صلاح وهدان، وكذلك حد أسامة عبد العزيز، شكر الله لكم جميعا. ندعو الله ألا يريكم مكروها أبدا.